بطولة سيد الكون اللي معمولة في سوريا متنظمة على أعلى مستوى، المستويات متميزة، فيها عدد من اللاعبين متميزين جدا يرخوا ان هما فعلا يكونوا أبطال عالم، لأن سيد الكون يعني بطولة عالم. وإن شاء الله بإذن الله سنة جاية إن شاء الله البطولة العربية ندعو الله إنها تكون في سوريا. البطولة هي قوية جدا، نحن مشاركين معنا هلأ 6 دول الحمد لله، لهلأ عم نثبت يعني عم نحتل أكثر الميداليات الحمد لله، بهذا كلياته بيعود للتحضير الجيد للاعبين، ومن هون نحن نطلق بإذن الله كل سنة لحاول استضيف بطولة، ممكن تكون غرب آسيا، ممكن آسيا، ممكن يعني ما نحن نوقف بإذن الله مستمرين. عدد كبير من المشاركين فاق المتوقع، وإن شاء الله يعني من خلال كلامنا مع الدكتور عادل فهيم السيد نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدنا إن شاء الله ببطولة العرب اللي كانت أساس تقام العام الماضي ستقام بإذن الله العام القادم، ويكون عرس عربي كبير بإذن الله. هذا هي أجواء بناء الأجساد. جيب مركز ثالث الحمد لله بعد تعب وتحضير. الحمد لله يعني مو أول سنة إحنا نحضر، صلنا سنين يعني عم نحضر حتى نقدر نطلع بطولات دولية، نقدر نجيب مراكز فيها. البطولة دولية بمستوى نصر يونيفيرس كانت كتير صعبة بالنسبة لسوريا، خصوصا أنه كانت أول مرة بتنعمل، كانت في منافسة قوية من المنتخب العراقي، المنتخبات الثانية اللي مشاركة، حتى كمنتخب لاعبين سوريين كله كان تعبان ومحضر رغم الظروف الصعبة اللي كانت عم تمر فيها البلد.